مرحبا بكم. يشرف مسرح الأطلس أن يقدم لكم مسرحية طامو الدهب. هذه المسرحية التي تعتبر المحطة الثانية مع القناة الثانية. اتسبق لنا أن أنجزنا جميعا مسرحية الحراز. هاتين المسرحيتين من تأليف وإخراج الأستاذ عبد السلام شرايبي، أما الإخراج التلفزيوني فمع الفنان والأستاذ حسن غنجة. أملنا أن يستمر هذا اللقاء حتى نعيد للمسرح المغربي أمجاده. ففرجة ممتعة. والمكسب ديال الناس عريان. اه يا مزوق من برا شخبارك من الداخل؟ الناس ما قامت وكل مدرجة على مفتها. كل كانوا عندي الملايين نعرف ما نعمل بهم في هذا الزمان. يا راجل الشتا بغا تصب اللويز. الله ينجيك من المشتاق الى داك. تعيا العين مات على وتعلى والحاج على وعلى. اعطاك ربي يا ناموسة. ربي أنا موسى كل يوم برقع وينات. السلام عليكم. حكايتنا اليوم حكاية ناس مع ناس. ناس كيقولوهم الناس وناس أخرين تيقولو هادوك ماشي ناس، وناس يعتقدوا بلي هادوك هما الناس. يا شكون هما الناس اللي هما ناس، وشكون هما الناس اللي ماشي هما ناس؟ ياك الناس بالناس والله مع الجماعة، والله مع الجماعة. عندك يا هجري دراس تخرج عن الجماعة، تخرج عن الجماعة. ياك الناس بالناس والله مع الجماعة، والله مع الجماعة. عندك يا هجري دراس تخرج عن الجماعة، تخرج عن الجماعة. حبيبي على الدنيا انت غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى انت طالع. حبيبي لقد فنيت روحي عليك صببة، فما انت يا روح العاجزة صانع. حبيبي تدللت حتى رق لي قلب المحاسد، وعاد عدل للهوى لي شافع. حبيبي
حبيبي فركوس اش كدير؟ كندق الزرع. اشنو؟ وكنقي النعناع. اش كتقول؟ وانت اللي اش كتقولي؟ ومصباح انت كتشوف فيا كنغني وكتقولي اش كندير؟ وانت كاع ما بغيتي تفرق مع هاد الغناء. والله يهديك الله. غير اش يدير بنادم؟ غير الله طامو بنعرف اش جابتني من الهري وانا كاع ديرت ناكل وتنشرب. خفت يلا نغلط بلا فايدة. اشنو؟ خفت لا نغلط. اش كتقول؟ قلت لك خفت لا نغلط الله يهديك. ايوا انا ما لقيتي ما دير. اش غير عاوني؟ ايوا هذا اش كديري حتى بغيتي نعاونك؟ ها؟ يا كلشي من الدار اللي كتقوم به هي اللي كتطيب وكتعجن وكتسيق وحتى تجيب هي اللي كتقوم به. لا 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 هيا 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 سعدتنا بالله هكاوا 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 اللي ما شرا يتنزه ها؟ قلت لك اللي ما شرا يتنزه اش قلتي؟ حيد على هاد الشقف الوافي ياك دابا تحققتو من كلامي اش كنتين دانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كسير شاركم عقران. أما أنا بزاف عليك. أش أنت لنا؟ أش كتفهمي بالله؟ أنت قاعدة ديك الزريبة بلا ربع. غير أجي ودخل. كنتي خدام تعيلة فيه هي كتهز الخناش على كتافك. أش تبكي على راسها وأنت في الراس؟ من تو في الراس؟ رجعي دير بلاصتك. ألا ما عرفتيش بلي الدار ما فيها غير العيالات؟ هو جوتك معنا غادي يجبد علينا الصداع؟ ولكن راه ماماكم هي اللي جابتني باش نقعد في الدار. ماما؟ مرة كبيرة. نيت الله ولا هي اللي جابتك لهنا هذه وحده من الاغلاط اللي كتعمل لالا طامو كتغلط انت الا ما سكتي انا اللي غادي نغلط فيك وغادي نوريك الفضول اش كيسوى يلا سيدي يلا بدا كتحسب القدام وعمر هاد الدار ما كتقرب ليها وحتى هذيك الصخره لا ما كتجيبهاش سير 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 ترجع فين كنتي هز لي خناشي على دارك هذا سيد الوافي سيد الوافي الوافي الله يوفي لك اجل سير فحال سيد الوافي صافي شوف هذا الامر كيهم هاد البنات اللي جيتي هجم ليهم على امهم اي بوين فينال اما حنا رجاله كون هلك الامر بيدينا وليدي فركوس كون تصرفنا معاك صرف الرجاله شكرا معلوم انا اللي كون كان الامر بيدي يا وليدي يا فركوس ما نتكلم معاك حتى نلحق على برا انا ما لحقت فيه شي ديا 12 شهر غادي نكريها على باباك وراه موجودين قاعدين ما عندهم ما يديروا ونقني لك واحد 6 شهور ديال الحبس هي القليله زدوا في بركه لا جميل زدوا في بركه من المزاح الله على سلامتي يا الغاله لاباس صحيحتك لاباس ها اجي انت في الوقت مولا في الدار كتقوم بالشغل كلها والخادمه خدامه كترقص ايوا اش هاد الخبره هادي واخا قالت لي لا مشهر حتى الشهر اللي كون دابا خرجتني الروح كاع ما تسولوا فيا حاشا الله يهديك تخرج بالروح حاشا الله طبو كل خرجاتك الروح كل لقيتينا انا ولا لا مراتي حنا الاولين عند راسك الوافي الله يجازيك بخير راك كتحبني وما عندي ما نقول بلا جميل اما انا يا العبوزه يا الحماد يا حماتي كتضر لي هذه كلمه الحماد وكتخرج لي العبوزه صافي مراتي تقول لك على معزتك في قلبي يا حماتي شحال من مره وانا وسط الازمات الماليه ومصايب التجاره وكتطيحي لي في بالي الجنيه يا والله يجازيك بخير محبه كبيره هذه اللي خلاتك تسول فيا غير فوق يطلب مصايب راجلي كيعزك بزاف 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 ماما ايوا ما غاديش يكون كيعزها بزاف 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 بحال راجلي رقوش باقي ما شفتي والو ايوا واش في بالكم باللي
جبت عبد الله فركوسي يقعد معايا في الدار. يقعد معايا في الدار؟ غادي يقعد معايا في الدار. يقعد معايا في الدار؟ يقعد معايا في الدار. فكرة ممتازة يا ماما. ماما ديما أفكارها ممتازة. قولي لي يا ماما شحال غادي يجلس معاك في الدار؟ يومين؟ لا ثلاث أيام؟ أها أسبوع؟ لا أنا جبته يقعد معايا هنا على طول. على طول؟ معلوم لا لا طامو ما يكونش تفكيرها سليم. لا لا اختيار في محلوني وفركوس شاب لطيف وظريف وخفيف. اول الناس انا بعدا ماما ديما كنحتارمو وكنقدرو وعمرني ما قبلت نهز في عينيا. ما تصوريش يا ماما شحال دخل ليا القلب. فركوس ولد الناس؟ ايه ولد الناس. ولد الناس ولد الناس انا نقولها ونعاودها انا نترقب بها كاع. اييه طلب دالي امر راجل اللي يحميها ولهذا فكرت فيه باش يجي يعبر عليا الدار. وفركوس احسن واحد يقوم بهذه المهمه. معلوم لانه ولد عائله كبيره. اسولني انا اللي كنعرف با الله يرحمه باس ديال الله يرحمه كان كزار كيبيع الخضره في الرحبات الزرع. كيفاش ولكن القوش با كان عنده الحمار تبيع فيه الصاب والبلدي والغسل قدام الحمام ديال العيالات. انت غير سمع اسكت. ولكن ظني فاق هذا. سمع اسكت. سمع اسكت. ايوا الله يا ربي باقي ما قلتو لياش اشنو جابكم عندي في هذا النهار السعيد. ها بلاش بريتيسو مدام طمو يا لالا طمو. ولكن شي قانون اللي كيمنع البنت باش تزور ماما. ويلي يا ماما توحشتك وجيت نشوفك. حتى انا اماما. اشنو حما عجوزتي اش كتقول حماتي. يا ربي يا ربي طول عن حبه بيني وبين لالا طمو حتى نبقى غير انا وياك على وجه الارض. راه ديك الساعه غادي تشوفي. اش بغيتي انت؟ اش عندي اجتماع ثاني. ايوا ولا بقيت غير انا وياك على وجه الارض راه ولي ادوال وفي. كمل كلامك. الا بقيت غير انا وياك على وجه الارض. ايه ايوا كتعجبوني بيك. فركوسي يا لالا طمو. فركوسي يا لالا طمو. ماما اشنو كاين ياك خرجت معاكم؟ اش بغيتي؟ الله يبيك نقول لك خليتك على خير هاد الساعه. يا واش هاد الزياره الزربانه؟ لا يشتنا ديال الوقت الله يحسن العوان. باش اللي عندي غادي مسافر في الطائره هاد الصباح. انا مسافر في الطائره. يا انت مسافر في الطائره. ولا زدنا تعطل غير شويه غادي تهرب عليك الطائره. واش غتفيق من القلبه ولا لا؟ قالت لك الصح الطائرة غدا تفيق من القلبة. السلام عليكم الساعة ماما. السلام عليكم. هاي 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 قالت لك الراجل مصغر الطائرة. ريكيزو مدام طمو. ماما ماما شنو كاين؟ اسمعي اش كان جاتني واحد الساعة والله يهنيك ماما. بالصعب نقول لك باش تطلع لي امتياز الله يهنيك. لحقاش انا خاصني دابا نمشي عندك. كيفاش غادي نودوها؟ وداك الشيء علاش جينا نسيتيه؟ ما نسيت والو بلاتي؟ الله عليك بلاتي انا نسيتي. اش نسيت؟ نسيتي الموعد اللي عندك مع البحر. فعلا عندي واحد الموعد مع البحر شوي نساه. راجلك عنده موعد مع البحر؟ كي شتي الله طمو ما خفى عليك شي كنبيعو الشريف المواد المستعمله الباليه اللي كتجي في البواخر وكيسميوها الخرده. ويلا دخلت السلعه المرصه وما كانش هو الاول في الداله غادا تضيع عليا الخرده. يا انت عاد تبيع وشرى بهاد الخرده هادي زعما لا بدا ليك منو. الله يهديك الله طمو الله يهديك. واش عرفني بكم انا كل ما كنبيع الشريف الخرده وفي السلعه الباليه اللي ما قابل عليها حتى حد. اش كتبغي تقول؟ كذب. عندك غلط عليك راسك. راه كيف قال الغينه ديالك على يدي بحال والو توجع فقير على يدي. اش ياك لاباس بنتي شنو كاين؟ لا لا والو والو بس ماما ما كاين حتى شي بس خليتك على خير هاد الساعه. وبالسلامه
اهلا طمو. فريكيزو. مدام طمو. بارك الله على بنيات لالا طمو. بسلامتهم غير المنافقه على اختها. اش كتقولها فركوس؟ ايوا هاك لا تقول الاخلاق والا فلا. فركوس. نسمع كلامك وسمع باللي فنيتي عمرك على تربيه بنات غادي يقول راه عندك غير الاديبه غير طاحسه على اختها. اش هما بسلامتهم يفسدوا ما يصلحوا. اش عرفتي لما كتكلم هذاك المتعوس؟ ما نكون متعوس حتى لهيا وما غادي نكون بحال لالا كريمه وفضيله. كلمة فضيلة. لا طمو كاين شي شيء سميو شي اسمع في الحقيقة خصهم يتجردوا منا. فركوس راك تعديتي الحدود. شتي راه لا طمو كون كنت انا هي مهوم كون وحدة سميتها قلت الدين. وديك العزيزة فيهم نتلقى بلا سميه باش كل واحد ينادي عليها بشكل قال لي راسو. لا 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 تهزتي فيهم بلا قياس وانا ما سمح لكش هذا بارك الله فيك باش بدا كتعيين لي بناتي في قلب داري وقدامي وانا كنسمع. نسيتي واش كلاش من جاي حصاد نسيتي بلي راه لالا كتامو هادي اللي مخدماك ودايره فيك خير وكتوكلك طرف ديال الخبز ايه طامو اللي مستعده من هاد الساعه نخليك كتركع تحت رجلين هادو اللي خدامتها دابا كتعاير فيهم. لا طامو هاد الامنيه من المستحيل تقدري تحققيها. ما كايناش شي حاجه اللي مستحيله على طامو الذهب انت بقدك بقى انت قادره نحطك في كفه ونوزنك بالذهب. شنو؟ نوزنك بالمال الورقة على اختها فلوسي انا قادرة ندير ما بغيت وهنشريك انت الا بغيت. ايه في الحقيقة فلوسك تقدري تعملي كل ما بغيتي وين انا طمو باش تشري بلادم بلادم راه ما كيتباع ما كيتشرى. اطمو طمو ايه اكذب عليك قدام اللي قال لك اوليدي بلادم ما كيتباع ما كيتشرى وكثرة في هذا الوقت ولا بغيتي الدليل نمدولك ولاش دليل لطمو ها بناتك دليل قاطع وادخلتي حتى هاد خيتي اللي مقبله كتعرف دوك الشوير بعد وخدامه كتغمز ليا بدوك العوينات بغاتني باش نسكت هادا انا انت انا غمزك بعينيا انت كتغمزي لي بعوينات كل اعدادك انا ما كايناش ولا اه دابا حشيتي ولا لا قلتي انا لا طوب وحق اسكتي لهاد التعواجي اش ما تحلفي شفتيني وانا ايه شفتك وانت كتعوجي شفتيني بعيني عينيا ما بقالاش نحكي ايه يا وطرني حتى انت المعريه هادشي من صحاب النوار. ايوا انت خسرتي سعدك بيديك وبغيتي تخرج عليا حتى انا. ايه وانا اللي قلت زعما انا وياك ناويه نقربك مني باغيه نتهلا فيك. ايه كنت ناويه نهنيك من داك العمل الشاق اللي كتقوم به في الهري كنت ناويه نرد منك انسان اخر انسان جيوب وعامرين بلارجون. ايه انسان بعد ما عاش حياته محروم من كل شيء غادي يصبح كل شيء بين يدي حاضر على وجه الشقة عمرو كيدير الطيلة. يا بالحق ما كاين باس ما كاين باس انا ما غاديش نكون قاسي عليك كتر من الزمان انا غادي ندير بحال حتى شي حاجه ما جرات ولكن بشرط وغادي تراجع الكلام اللي قلتي في حق بناتي اييه ولا جا بغا تطلب منهم السماحه وتعترف باللي غلطتي في حقهم. ولكن انا طمو انا راه ما غلطت في حق حد راه ما قلتي داكشي اللي شفتي تسمع اشفتي واسمعتي الكذوب والنفاق وخرج من الطريق فركوس راني غادي نطردك من خدمتي لمبات بالجوع ولا طعم الشمايت. هاي هاي دابا كتحدى ليك فركوس كتحدى طامو الدهب. ايوا لا طامو غير قلبي لك على شي واحد اللي بايع ايمانه من اجل لارجون ودافع راسو للدلاله. اما انا كنت عايش مكتفي وغادي نبقى عايش مكتفي وراسي مرفوع اجي لهنا بالبيت كيفاش نخليه يمشي فحالو هو تيعجبني. كيعجبني كان عجبك هيا كتعجبني لالا طامو هاد الولد اختياري ليه في محلو. هاد الولد اويلي هادي مالها ازيد فركوس زين وفين باي زين زيد تدخل وفين باي دخل ادخل دارك اشنو داري دارو هيا من هاد النهار ومن هاد الساعة عطا براسك انت هو مول الدار وكلمتك هي النافدة. لالا طمو ياك لاباس شي شوية كل يوم واش ديما هاد الحالة عندك كلها غير كتجيك بعد الوقت. ايوا عندك الحق ترتاب كفركوس ايوا اسمع نقول لي نعم لالا طمو وانت كتكلم على بناتي لقيتها فرصة باش نمتحنك وليكون قلتي شي كلام من غير هذاك اللي قلتي او اللي حاولتي تشكر ليا فيهم او اللي تمدحهم ليكون اعتبرتك حتى انت منافق بحالهم وليكون خاب ليا ظني فيك الحمد لله
تعطي لي القرى صافية. كيفاش؟ ما كذبتيش يا فركوس، تربيتي البناتي صدقات لي تربية لوين. بناتي ربيتهم على حب المال حتى صبحوا كيفضلوا المال عليا. بناتي ما كيزوروني الا محتاجين الفلوس، كاع الصله اللي كتجمعهم بيا هي المال. اما حق الامومه وطاعه الوالدين نساوها يا وليدي يا فركوس، نساو بلي انا امهم، امهم اللي من نهار ما تباهم وخلاهم ليا صغار قريض، وانا رغم الاموال اللي عندي حرمت راسي من جميع مالذات الحياه. دفنت راسي وانا في اعز ايام شبابي، وكتعرف بلي اخر ايام الشباب عند المراه هي احلى ايام العمر. يا حبيبي يا فركوس، اي كنت دايره بحال الرجال، كتر من الرجال كنت نخدم عليهم، اييه كنت صباحو حتى لرواحو، وانا كندور وكنطحن وكنصور في الفلوس، وكندور وكنطحن وكنربي فيهم، وكندور وكنطحن وكندور وكنطحن. ولكن يا خسارة طلعت لي الزريعة مسوسة. لا تامو ما كذبتيش ما كذبتيش يا فركوس، بالحق دابا تنهنيك ميرسي، تنهنيك على نجاحك كيف كنهني حتى انا راسي بيك. شكرا. وانا يا لالا طامو، وانا انت ما كنتيش كتغمزيني بعوينات، ما كنتيش كتعطي لي بشوير باتك باش يسكت. عطيتهم ايوا حسابي معاك هو الاخر. دابا غادي تمشي تدرق عليا كمرتك، تعمري ليا واحد البراد تاتا يكون مشحر لبناتي ورجالهم، راه ضروا كيدخلوا. وما هما اللي بغاو يدخلوا بناتي ورجالهم. ياك الله طامو، واحد مشى للبر والاخر مشى للبحر. قالوا ايوا باقي كتيق. قالوا ويا ما قالوا، وحيانا على شحال تقال، وحيانا على شحال باقي كيتقال، وحتى حتى حاجه من داكشي اللي كيقولوا ما كيديروا فيهاش. كنحليهم اش قلت يلا طامو؟ سير حليهم. ومن غادي نحل؟ دوك اللي سبقوا رجعوا قبل من الاخرين. ولكن الباب كاع مازال ما دق. اهو ولكن يلا طامو باش عرفتيهم راجعين؟ ياك تنقول لك ما كترديش لولها، ما شفتيش بلي كل وحده خلات حاجه من حوايجها باش تعاون ترجع ليها؟ ها؟ ايه راه خرب بلادي هذا، راه بناتي هادو. شكون بعدا اللي سبقات فيهم؟ أيه ويه هيا الحد جيه. بعدي ما تسالك، علمك راجلك عدم تضيع الفرص. كشفتي هاد الناس ديال الخردة راه تيكونوا واعرين وما تيبغيو حتى يشمتهم، واخا هذاك البيع والشراء ديالهم كله شمتة، وتيكونوا جامعين طرفهم كثرة تبارك الله بحال سير وافي راجلك اللي شرى الخردة أمه. اش كان كلام كتقول يا ماما؟ ايه انت بابا كي خليتو ليا ما يتقال بنياتي احيانا. لا هذه هي انا بحقي، وانا ما ماشي سلعه كنت ما كنشرا حتى تغصبيني من الخرده. على انا اللي كنت لك الخرده راه هو اسكاب الخرده. الله طامو شو مالك وانا شاهد؟ ولا بارك الله فيك، ما نبغيش شي واحد يوصف لي مرتي بالخرده. مرتي راه خرده من اي مرتي عيقت من اللي عطيك لحار حبه حبه غير الزهر الصافي، وتاج مرصع الدبل مشحر. اما الجمال اما الجمال زين ما وخفي سيدي وافي. انا حنا كنتمزحوا الله اللي ما عرف حقك حتى نوريه ليه. يا مزيان تبارك الله، دابا وليتي كتعايرني بنتي ياك، دابا انت صبحتي اولى مني فيها. لا لا طامو ولكن حتى انت يا واد. ولكن ولا ولكن بارك عليا مع هذيك الفلسفه ديالك، على شكون اللي عندي انا غير بناتي؟ ها ولمن عايشه غير من اجل سعادتهم انا غير. وكان كان يعداد ليا بلي كانت متفقه مع اختها باش يجيو يزوروني جميع ويمشيو جميع. راه ماما هذاك الشيء علاش كنا متفقين. ايوا سمحي لي يا بنيتي، انا ملي شفتك رجعتي قلت بلي غدرتي باختك وخليتها حتى مشات
ورجعتي انتيا باش تطلبي ليا شي حاجه لنفسك بلا ما تسق هي الخبر. الا بعد الضني اتمنى لا ماما. شوف الله طامو خصك تحيدي هاد الافكار الباليه من دماغ. راه ماشي بارك الله فيك حنا وقت ما جينا كنجيو على قد مصلحتنا اولا كنجيو نطلبوا لك الفلوس. ايوا سمحوا لي لا غلطتكم سمحوا لي وخصوصا انا واحد الانسان بكرامتي عمرني في حياتي ما عطيت فرصه للطمع يخليني نحني الراس على قبل الفلوس. ايوا سمحوا لي ايوا سمحوا لي ما تلقينا انت قولي لامك لا كاين شي فلوس نمشيو فحالنا. دابا انا عاد تيقنت بلي جيتو غير من اجل هاد الاخريقه هادي. يا ماما على قبلها علاش غير يا بنيتي والله يهنيك سيروا بحالكم كري راه الواحد الوقت خايبه. ماما عرقوش سيروا حمي الباب الاخرى راجع. ماما بنيتي اسمعي لا طابور الباب قاعد علينا هو هذا اسرت ماما داكشي اللي خلاك رجعتي ثلاث ايام بعد لا مشيتي حتى يا جات بهاد الفلوس. هاكا وانتي ما بلوس انا ماما رجعت على قبل الخلقه ديالي تا هي نسات الساك ديالها وداكشي علاش رجعت ياك بنيتي يا كريمه نسيتي الساك ديالك وداكشي علاش رجعتي يا ماما نسيتي. ايوا هو مشتاه لك ايوا مع السلامه. هو ماما ماما وعليكم اسمعيني ماما سمعيني كلي ما معاهم حتى يخرجوا ستي الباب نراهم بالذكرى. سمعي ماما لا لا تمو يا ماما نعم يا سيدتي سيدي يا الحبيب ديالي الحبيب ديالي الحبيب ديالها هاد الولد كيعجبني كنعجبها وتفضل تفضل يا مالك القلبي. نعم يا سيدتي كنعجبها تفضلوا راه قلنا لكم تفضلوا يا مالك القلبي ولا اشنو هي قصتكم نتوما ياك اتفقنا باش الى جينا نجيو جميع ولا بغينا نخرجوا من عندها نخرجوا جميع وحتى واحد ما يتصل من وحتى واحد ما يتصل بها على الفراد. الحمد لله اللي باقي داير هذه الاتفاقيه في بالك وما كنت همتك بالخيانه وقلت الدين. ماشي من حقكم ترجعوا عندها بوحدكم بلا ما تعلمونا. كعلمتونا نتوما ملي تميتو جايين دابا كتسلتو. حنا رجعنا باغسكو ما فام نسات صاكها وانا باغسكو ما مراتي نسات خلقتها ولقاتها معلوم لقاتها. ايوا لا على سلامتك سير دغيا لي سبقوك للبحر. لا لا راه ما تكون غير بدات البحر ديما في مكانه ما عندوش شي فين يمشي. شوف انت اللي رجعك بغى يطير. حنا مازال باينين فين اشنو وما شتي حنا الله منين تقال اش كتقول واللي بغى يربح العام طويل. ها شفتكم قعدتوا ما رجعنا ما غاديش تخرجوا. لا ما غاديش تخرجوا وعلاش بغيتوا تبقاو على ماشي شوفي شوفي جا من بغير قفاه سخونه يعدادكم غير نتوما اللي كتقراوها ناقصه. اليوم تبارك الله هاد الفن ديال اللي غفل طارت عينيك شحال من واحد كيتصرف به. صافي ما بقى الثقه بيناتنا. او فين عمرك انت حقيقه الخطاب بحالك انت ما فيش الثقه. اما انت صدقتي ارتاح من جبيل ياك شنو ولا سمح لي تنسكت ولاتي كتعالف ليا حتى تما وديري الثقالات لسانك. يلاه زغبال شي زغبي انا راه ما كنجبد حد وما كنظلم حد وما كنبغي حد يظلمني يا ظالمني. وهذا سال رسول حياكم الله
الله يا اخواتي بالاماني. حياكم الله كل صدق وتهاني. ما اجمل هذا النور الثاني بكل اخلاص نطقه لساني. ونا وليا فين كاينة الكوزينة ونانا ونانا نانا نانا نانا. فهذه فضيلة بالفضل تلتزم زدين درين درين درين. وتلك كريمة بالجود تتنعم. وأنا أنا نانا وأنا عباس الملقب المتهكم. ابتسموه ابتسموه ما أسعد من يبتسموه. أجل هنا شفتي كريمة كيفاش ولاد كتصرف معي سي عباس الغدار دا سي عباس. أحكم بيناتنا بالحق سي عباس ولا شيء غير الحق. وراني نطلع فيك وانا حسبت عليا نعطيها. جينا عند اللطامو باش نزوروها ونمشيو. اتفقنا ندخلو جميع ونخرجو جميع. كريمة نسات الصاك ديالها عنوة باش ترجع بلا خبرنا. فضيلة دارت بحالها نسات الخلقة ديالها. وقت ما اتفقنا تيهضرو بينا. انا ما كنتش متفق معاهم باش نتفقوا. اتفقوا على ان لا يتفقوا. ما كاين لا اتفاق لا عهد لا ميثاق. ما كاين غير النفاق. اذا ما جيتوش باش تزوروها لله. مكاينش واحد تيزور الله ولا خدام كتجمع الناس ستة كان ولا جيتو جينا الفلوس. أوا مكاينين فلوس. اش دخلك لهاد السوق نتا في الفلوس؟ فركوس اعتبروا من هاد النهار النهار ومن هاد الساعة ومن هاد الدقيقة هو اللي كيخاطبكم بلساني. كيخاطبنا بلساني؟ أي واللي قالها هي اللي كاينة. وباش من صفة؟ بصفتي كان عجبها. كيعجبها؟ هاد الولد كيعجبني واختياري ليه في محلو. انا عجبها وكتعجبني. تكشف ماما اعطي ماما يا ولد انا زوقتي كفرمه ولا ماما. الله بيك تغنت بيك لسون غنت بيك لسون. واجعل سر فيك يا القلب الحنون يا القلب الحنون. والفضل منك ليك يا الكنز المكنون. نور الله عليك يا عزمة في الكون يا عزمة في الكون. ساعديني برضاك يا الحبيبات زيان حياتي يا الحبيبات زيان حياتي. ساعديني بدعاك يا أمي الحنا ونتهنى من طاعك طاع الله سعدت بيك وقاتي سعدت بيك وقاتي. خاتم الرسول قلب حديته تحت قدمك الجنة خاتم الرسول قلب حديته تحت قدمك الجنة. خاتم
خاتم الرسول قلب حديد وتحت قدم كل جنة. خاتم الرسول قلب حديد وتحت قدم كل جنة. خاتم الرسول قلب حديد وتحت قدم كل جنة. شكرا شكرا. خاتم الرسول قلب حديد وتحت قدم كل جنة. شكرا. رقوش اشكي ماما باقا في المكتب ديالها. باقا في المكتب ديالها. وفركوس وداوا باقي معاه في المكتب. والسح الجوب حتى هو معاهم في المكتب. ما عرفتيهمش اش كيديروا. ورقوش زمان زمان على رقوش كانت كتصرف كيف بغات في الدار. كنت كندخل على لاطامو فين ما كانت بدون استئذان حتى باب ما كان مسدود في وجهي. وحتى دابا شكون هذا اللي قادر يسد البيبان في وجهك انت يا رقوش؟ لكن يسدوه في وجهكم حتى انتوما. اشنو زعما من معزت لالا طامو فيك بغيتي تفهمينا باللي فركوس تقرب منها اكثر منك وقدر ينتصر عليك؟ انتصر على بناتها كاع اللي من صلبها لا سيما انا. شوف شوف كيف مرسومه علامه الغبينه على وجههم. الله يا رب حنتهم كتقطع القلب. مساكن مشيتي غلطه رقوش. انا ماشي من دوك العيالات اللي كيردوا بالقهره وكيصبروا الدل. انا كريمه وجهك على الله وما غادي نسمح لحتى شي مخلوق باش يوقف سد بيني وبين ماما. وحتى مراتي ماشي هي سهله ليه واللي حسبها مرا مزيانه الله يسلطها عليه. كي مسلطه عليا جا لنا ملك حلال العياذ بالله. الا سقات لشي واحد في عنقو بحال البراده ما تلقو حتى تشرب دمو. اش كتقول الوفي؟ كنشكرك ليهم وكنوريهم شكون انتي باش اللي ما عارف يعيق ويفيق ويعرفك على شطويه. الوفي ما لقى فركوس مع من يلعب غير مع مراتي. ما عرفش يا ابني والله تتهجروا ليه كيما هجر عليا. الوفي انا مراتي ما كتعرفش المزاح. الا نيشات كتضرب في الدقه والحين. وشحال دقتها وهره يا اخي. اللي بيجرب اللي ما جرب العربو قدامو. انا زعما جيتي نضحك معاها. زعما جيتي فين تبسم لها يا اخي حتى لقيتها تزوجات بيا ودارت لي السرنيفه. اش كتقول الوفي؟ كنشكرك اخي. اخي رقوش اعتاد ليها بلي فركوس بطا حراميات ديالو غادي يغلبنا وينتصر علينا. ما عرفش هو مسكين بلي انتي الشيطان قفزتيه في صغرو. اشنو؟ وفي حجر كبير كبرتي ولادو. اش كتقول؟ وزعما زعما الله فضيلة تقدر تغلب على فركوس؟ ما غلباني كاع انا لا سيما واحد اللي حامله ليه في قلبها محبت الكلب في العظم. ايوا سيدي بارك الله فيك على هاد المدحفية. بلا جميل بلا جميل مراتي العزيزة. بونجور بونسوار كازي. بسم الله عليك بسم الله عليك. الناس كتقول السي حجوب اللي بغيتي صدقته تدوم حاسبو غير كل يوم. اش شنو قلت لك؟ غير كل يوم. ايه هو راه كنحاسبو كل يوم. قلت لك كل يوم. واخا واخا ولكن صافي راه قلنا لك كل يوم. صافي صافي يا سيدي اللي قلتيه هي اللي كاينه. صافي لا لا طامو امراتني باش جميع الحسابات ديالها وجميع الاموال ديالها تكون وجميع الاموال ديالها تكون تحت المراقبه ديالي. وحتى درهم واحد ما يخرج غير لما حطيت العلامه. العلامه ايه انا ما عليا غير ننفذ اوامر لاله طامو. ايوا ايوا انتوما الزياره عندكم كاع مازال ما بغيت تقضى. ها جيتو على ليلة ونهار قعدتو ليا هنا سبع ايام. ايوا جافت النبي ثلاث ايام والله يرحم منصر وخفف. ولا انتوما ناويين تعملوا ما درت انا البلاوات؟ ها تقعدوا على طول يا راه الحال تبدل. واليوم عليا وغدا عليكم. ولهذا رحم الله ومن عرف قدره. ولا لا اسيدي حجوب معلوم معلوم ما كنظن شيء ما كنظن شيء غيتغلطوا نفوسكم وغيتحطوا روسكم على نفس لو سادة علاش انا حط الراس.
ها ولا لا استحجو معلوم 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 ايه فايت لي سمعت منكم باللي الناس ما قاماتوا ودرجة على من اختها ها وتعلى العين حتى تعلى والحاج بعلى وعلى ولا لا ازيد الوفي ادى الوفاء ادى ازيد الوفي واش واخا لي الضربون اش دار لك الصافي فاش فهاد اللي غلط عليه راسو وخدام كيعاير فينا هو سمعتي اش قال سمعتو ما بقى لي غير يخرج له من الضرب الشطابه صافي واش سمعتيه نيت سمعتو وساكت ليه ايوا انا ماشي حمق غادي نوسخ فيه يديا اقول ما خديتيش عليه وعلى انا كتفي قد كتفو ناري يا كريم على راجل زوجتي اما انتي راجلك غير مجلسي فوق خدام كيقطع في الرياس لا 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 تامو يتكلموا لماما هم لا لا تامو بغات بنيتها يتكلموا ليها افين تكلم فين جاي لا لا تامو بغات بنيتها يتكلموا ليها لا لا تامو بغات بنيتها يتكلموا ليها انت واقف لينا في الطريق يلا ديك اجي لهيه وخلينا ندوزو كيفاش ديك اجي لهيه وخلينا ندوزا كيف شفتي لالا طامو ديما كتقول لينا باللي كتعتبرنا بحالنا بحال بنيتها بنيتها كاع كاع ايوا لالا طامو راه بغات بنيتها كريمه وفضيله اقول هكاك من الصباح وعضو الطح الله يرضي عليك وبالك عندنا بنيتها ايوا في الحقيقه انا ما كنش كنظن واش نتوما غير بنيتها ايوا شتبت تنطق باسمي اقدر مجرد بلا ما تقول لالا كريمه ايوا لبين اي زواكري ياك ما غلطتي فراش شويه وي تعداد لك صفالك الجو عندك يوسوس لك الشيطان في عقلك وتقول راك انتشرتي راه لالا فضيله هادي واللي ما تسوق يدي الخبار يا دبا في الدور يا ودي اش الوافي الله يكون ليك في العوان انت اجي الوافي مسكين انت سهجو ما ليان شنو اش ايوا صفيتي حساب كل باقي غير كتجمع فيه هو انت كتشوف فيا باقي خدام كنجمع زعما بحجو من نهار فاش خدمتي مع الله طامو وانت خدام كتجمع ولا داكشي اللي جمعتي ما كفاكش شي وانت كتعرف الحسابات باللي خصهم ديما المراجعة ديما ايوا راجع يا سيدي حجب قبل لا نرجع لك تبارك الله على بنيات لالا طامو هادا بنيات هادا شي الوافي مسكين شتي هادوك المراوات ديالكم راه هي لات عليكم هادا الوفاء ولينا عيالات واش واخا خلي الضربون ايوا الزيد فين بغيتيني نزيد يا كنت بغيتي تخلي ضربون اش كتعيط ايوا زيد ايوا زيد نتا هو ما بجهدوش عيب ولا حتى هادي مختلفين عليها من بعد ما صبح فركو سعادو ديالكم بجوج ما قدرتوش باش تتفقوا وتواجهوا بجوج دوريا المصالح كل واحد كيفكر غير في راسو منين جاي حنس علينا هاد المصيبه هذا منين طاح عليا بحال شي قدر عرفتي كون عرفتو بغى يخرج منه هاد العجب ما نجيبوش النهار الاول يخدم عند لالا طامو وانت مالك السي حجوب باش ضيق عليك باش ضيق عليا اه على ماشي 7 ايام هادي هو خدام كيحاسب لي على الشاده والفاده بشحال شريتي هادي منين جبتي هادي لاش بغيتي هادي على المحيجيب لا المحيجيب رقوش السي حجوب ملي كتشري شي فاكتوره كتشريها بلا سلعه على باقي شي حد كيبيع ويشري بلا فاكتوره ومناش خايف خايف من الفاكتوره خايف من الفاكتوره ياك انا كنخاف من الفاكتوره وعلى اللي تحتي ديه الفاكتوره كيخاف على ما فراسك شي بلي الفاكتوره هي مرض الطاعون واللي قرب منها كتخلعو واش فيها ما يخلع سول راسك
ياك الحاجه اللي شريناها كنشريوها انا وياك وكندفعوا فيها الفاكتوره حجه حجه على السرقه. السرقه ياك الحاجه اللي شريناها ب 10 كنديروا لها الفاكتوره ديال 800 و 100 كنردوها 1000 وال 1000 كنردوها 10000 و10000 حنا ما كنزيدوا والو. 1000 كتردوها مليون وما كتزيدوا والو. اش كنزيدوا؟ كنزيدوا ضويوير. عنده الحق. عنده الحق، حنا ما كنزيدو والو غير دويويره، ودويويره هي والو. ياك اوليدي يا صافي، وهضرني انت خدام كتسلبو تنفل الله طامو، ماشي عيب عليك. المراه قرات فيك الامان وصيفطاتك تراعي حقوقها، وانت خدام كتسلبو تنهب فيها. كيف سلبتيها حتى انت؟ حتى هو؟ كاع متخرجين من مدرسه وحده. الفاكتوره سيل مزغوب هذا، سيل مزغوب. لعبتوا لي بعقلي حتى وليت كنخون الامانه. الامانه 10 سنين عباد الله وانا خدام مع المراه بالاخلاص، وكان الشعار ديالي تحت عنوان العمل بالاخلاص. الشعارات ديالو بداو انا ما كنتش مخلص في خدمتي انا. وانت كنتي مخلص؟ انا انت ايه انت على ماشي حتى حصلت كتسرق. وحتى انا حصلتو حتى حصلنا كتسرق. عاد قبلتي تدخلنا معاك وبديتي كتعطينا شويه وكتدي بزاف. انا كنت سي حجو قادر يسرق اللطامو. السي حجو قادر يسرق الولد من كرش امه. ايوا سيدي، ليكون في علمكما ان هادوك الفاكتورات راه ما بقاوش بين يدي انا، ولاو بين يدي فركوس. ولا وقع شي ولا شي ما غاديش نمشي فيها وحدي. او غادي نضرب الرمانه الارض. شوف شوف انا غير لا تقولهاش لمراتي ودير اللي عجبك. مراتك ما فراسها اخبار؟ لا حداقه حداقه. ولما نعطاها الله الراجل خدام كيسرق في المراه وبنتها. وكنظن ماشي غير هو وحده ولا لا اصل صافي. اش نقول لك ابنيتي يا رقوش؟ كلنا ذلك الرجل. حداقه ولما نعطاها الله الراجل خدام كيسرق الوافي والصافي. ايوا لكن الصفا والوفا هو هذا رجع في الله. الله الله. وانا اللي كان املي الوحيد هو ترغبوا عيالاتكم يتشفعوا ليا عند امهم. وعيالاتهم بعدا لقاو لي يتشفع عليهم. ماما رجاء قولوا لي اشنو كاين. خلي البكا هو الاخر وقولوا لي اشنو كاين. انا كنهارات ملي ماما طلبت منا نغادر الدار حالا ولا غادي تسداو في جبنا على طول. حالا 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 تمتنا بلي قاعدين لهنا علوه باش نبداو كنراقبو. يوم اللي طلبت منكم تغادروا الدار حالا قبلتوا ليها هاد حالا حالا حالا؟ معلوم قبلنا. وشحال عطاتكم باش قبلتوا؟ عطاتنا. وعلى انتم ما عمركم نفتوا لامكم شي طلب بلا ما تقبطوا الثمن؟ عندكم تكونوا ناويين تفرقوا بيناتكم داكشي اللي قبضتوا. اش قبضنا واش غادي نفرقوا؟ واش انت نسيتي بلي راهم من هذيك وطاعت الوالدين واجبه؟ طاعت الوالدين؟ واش هو سمعتي اش قالت الوافي؟ شايل لا رضات الوالدين. انتوما باقيين هنا يا بالحق. العيب ماشي عليكم، العيب على هذوك اللي كيسميو راسهم رجال وخليلنا شغالاتهم وتابعينكم بحال دوك. نقولها ولا بلاش فركوز؟ على بلاش انا نطلبو بلاش. هذاك الحق ما كاينلاش. واش هو المرا ولات كتعمل بكلامو؟ شوف كيف ولات كتكلم بعدا وكيف كتمشي. وتصرح لها الدهر ولات كتمشي قتيب. والشعر كوب قرصو والكسوه اخر موضه ومشات الخرقه والقتيبه وليدي الوافي. وجهه
صلحاتو وزوقاتو. حنزطو مزيان ولا نزيد نتمشى قدامكم ولا طفلت لكم شي تبرقيقه؟ انا راه عارفاكم هادشي علاش قاعدين ليا هنايا. ياك دابا صافي طلعتو على الاحوال ياك، يلا بالزربه سيروا عاودوا هادشي على برا. الناس راه خصها غير ما تسمع، وعندكم ما ديروا من الحبه قبه، وحاولوا تزوقوا شويه في الكلاب. لا زوقوا بزاف باش يتيقوا فيكم. كشفتي الناس راه ولاو كيصدقوا كلشي الا الصدق. ماما سلام عليك حبيبتي. ماما ما سخينا بك ماما. حتى انا ما سخيت بكم شيء، ولكن كيف كيقولوا الناس راه كل غيبه كتزيد كهيبه. ماما سلام عليك. سيدي واشي اسيدي بسلامه. خوش خوش ماما الناس اللي جيتي مطوره ومسكره. يلا يلا عليك شوف لك شي حاجه باش نصاوب واش حاجه. يلا زيد ماما يا شنو حكمت اش تاجل ماما حماتي صافي صافي قالت لكم صافي صافي وصافي. يا استعجب انا استعجب سي جو قلنا لهم صافي. حتى انت غير الله يهنيك. لا 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 عندي شي حساب بغيت نجمع وانا. لا لا سيدي حجوب غير سيدي حتى لدارك، باش حتى الا بغيتي تمحي شي رقم او بغيتي تزيد شي ضويويره ما شافك حد. مزيان تبارك الله يا تا سي حجوب خدام معايا بزياده في الضويويره. ابدا انا نخدم على لاطامو بزياده ونقصان. هي ما بقى خير في الدنيا، انا مره اللي عامله فيها خير ونقذتني من الزلط نخدم معاها بالغش. علاش كل اللي رفع من قدري؟ شكون اللي دار لي القيمه في البلاد من غيرها؟ هي غير داك النهار وانا كندفع في الكروسه كنبيع فيها كرموس النصارى. كون ما هي اللي عامله فيا الثقه وعامله فيا خير كبير وكلفتني بالحسابات. الحسابات بكل صدق وإمانة وإخلاص. إوا خطباتي عندك أسي حجوب. أنا ما قلت غير الصدق، ومن الواجب عليا نعترف للسيدة طلامو بالواجب ديالها عليا. سي حجوب. نعم بنيتي. الله ينعل لي ما يحشي. أش قلت يا رقوش؟ كتشكرني. كتشكرني على هذا الموقف النبيل ديالي وهذا الطريقة باش كانت تعامل معاك سيدتي. يا الله ينعلي ما يحشم عندك. شكرا كله نوع الشكر يتولى كله نوع الشكر ديالو. وحتى انا بدوري كنقول لك السي حجوب الله ينعلي ما يحشم. شكرا سيدتي. ايوا سير بحال. علاش كون بحال؟ انا قالت لك الله ينعلي ما يحشم وسير بحال. على هادشي كل اللي عملت انا دابا ما كنستحقش الشكر. لا تستحق واني سير فحال. لا ما يمكنش. لا لا سيدي لا 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 طامو. لا 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 صافي. لا لا طامو. لا لا طامو. لا صافي. لا طامو. واجي لا بلاتي بلاتي واجي 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 صافي صافي صافي. مسكينه لالا طامو ما دايرين فيها غير الديان، كل واحد كينتش فيها من جهه دايرين فيها غزاوه. اما انت يا مسكينه داكشي اللي نتشتي فيها سهل. انا ايه انت تعجب وانت طبقتي ديك الحكمه اللي كتقول قليلهم دم ولا كثيرهم قطع. انا ايه انت ماشي النهار وما طالو انت خدامه كتنهبي. ها انا كنلهب على لاطامو. انا بقيت هذا الشيء ما كاين. انا ماشي مسكينه كل حاجه دخلت للدار كتقسم على جوج، نص كيبقى في الدار ونص كيدلى في الكفه بالحبل. لخوك اللي قاعد في الزنقه تحت الشرجم ديال الكوزينه تا ينتظرك. خويا اي ماشي عملتي ليه باتيسري غير من السكر والدقيق اللي كدلي ليه رسمين بلا ما تذكروه للمان. اش بالمعالق؟ واش بالكيسان؟ واش ممطاوات؟ واش من الفراش؟ الفراش والفراش دليتيه بناموسيتو، ومني سولتك عليها مسكينه قلت لها صدقتو. هي البالي عباد الله البالي، خمسات البالي ستات البالي كيتحرقوا في النهار، ومني كنبدلوهم جداد كتبدلوهم ليا بالمحروقين. خواتي بيع بربعة درهم والبالي تيديرو 12 درهم. قاعد شي عرفتيه؟ قاعد شي عرفتو. هادشي اللي بان ليا كيخلع. اما المسائل الغبره يعلم الله كيف عامله. ايوا انت ما خفتيش على راسك؟
ما خفتيش على راسك؟ ما خفتيش من بناتها ورجالهم اللي وقفتي في وجههم؟ ما خفتيش من السي حجوف اللي ضربتو ما كتخلي اثار؟ ما خفتيش مني انا؟ حتى انا راني واعره، واخا كتشوفوني ظريفه وزوينه ومسكينه، راني كنضرب حسي مسي. ايوا انا في الحقيقه حاجه وحده مناش خايف. اشنا هي؟ خايف لي يغويني الطمع ونصبح حتى انا قمار بحالكم. اش كاين؟ اش كاين القوش؟ اش كاين؟ شنطني شنطني بهضره وقرت حتى نسيت خويا كاين تهضرني تحت الشرجه. اشنو؟ خوك اش القوش؟ القوش خليها خليها انا خويا قبيله هو كيتسنى في الشرجه. يا ولا انا طمو فراسك باللي خو غادي يتسنى في الشرجه. كان راه كل ما كيدور في جنابي كنعرفو. انا راه ما جبتك حدايا حتى طلعت على كل واحد فيهم وكيف كيتصرف معايا. هي راه طمو فراسك باللي الناس يتعاملوا مع ساكت عليهم ساكت. علاش بغيت ندير راه اهلي وحبابي وشنو نعمل؟ كنت كنتمنى من الله زعما يردهم الطريق الصواب، ولكن ما كاين باس ما كاين باس. الله يهدي الله يهدي الله يهدي ايوا الله يهدي ايوا ها ايوا ايوا كاع ما قلتي ليا كيف جيت. اشنو كاع ما قلتي ليا كيف جيتك؟ كيف جيتيني؟ هي فن من الفنون يا عيني على الفنون. المعد الحور ما يكشف ما يصدي ما حد ليا ما كدوز عليه هو كيلمع وتيغلى حتى في ثمنو. اسعدات من كان عنده صالو في مكانو. يا عيني على الكلام الحلو. اطربني وزيد طربني يا الحبيب ديالي. راه سنين واعوام هادي ما سمعت في حقي كلي ما طيبه. عزو عليا حتى كلي ما طيبه نفاجي بها الهموم ونشط بها حتى انا الروح حتى انا بشر. سمعني يا الحبيب ديالي سمعني. اش بغيتي نسمعك يا لالا؟ دخيل ليك بجيوش الهوى وناس الغرام. الله والخيول الجميله والسروج الذهبيه. دخيل ليك بكل من عشق وقاسم الايام وعاش في محراب الحب الليالي الطويله. كون معايا كون سخي كريم محاسن الكلام وجد عليا جود عفاك جود ولو غير بكلمات قليله. سبحان من شاك واعطاك وكرمك بالمحاسن الجميله. يا سلام وجعل شعاع النور من بهاك وخصك بالعيون الكحيله. وودك بالهمه والجود حتى لمن عداك شلاه هي اعمالك الجليله. يا سلام على الكلام الطيب شحال كيرد الروح في البدايه. كنشعر دابا براسي بحال شي طير كان في السجن وغادر القفص ديالو بحق مسكين بقى حابط في مراحو. لا هو قادر يطير ويرفرف ويعبر لا هو قادر يطير ويرفرف بجناحو ولا قادر يعبر على سروره وانشراحو ولا هو قادر يتغنى حتى بفرحو. ايه ولا لا طمو اشنو كاين منك؟ خايفه من الناس. الناس خايفه من اشاره الناس من كلام الناس. خايفه اللي يتهموني بالهتور والهبال. انا خايفه بزاف يا الحبيب ديالي. ولكن انا طمونه ما تنعرف عليك الضعف. انا كنشوف فيك المراه القويه الشجاعه. ولا جعلتي شي هدف بين عينيك لابد ما كتوصلي ليه. الا وقف في طريقي طحنو ندوس عليه ونزيد وعنيده الا قلتني عمرو ما يطيب. هوا علاش بديك تبداي كتخوفي؟ ما عرفش راسك وانت في هذه الحاله. عجبني شوفي راسك بالبارح واليوم كيف كنتي وكيف وليتي. بين البارح واليوم الليله يا محلاها لا لا يدرى. ضحكي يا لالا طمو الدنيا تضحك ليك. الحياه حلوه بس لي فيها حلوه يا لالا طمو حلوه وجميله. وانت اللي ما تهنال اللي ما تنقصك حتى شي. ها اشنو كينقصك حتى ما تمتعي فيها طول العرض؟ اجري شباب الله يهديك الله طمو شباب الروح. ها شباب الله يهديك راه هما شبان كيدوروا في الزناقي وقلت شي جعلتهم يرموا بلا وقت. اي قلت شي كثر شي. وانت اللي ما ناقصك حتى شي علاش ما بغيتي تنتعي في حياتك وتعيشي؟ ها مال هو هذا؟ الله يهديك شوف تبارك الله الزين اللي لبسوا هذا الصوت ديالك الصوت عرف الله داك الظلم شي واحد ما يا مراد والخلفه في المشي غير عويطه
واش غتقول لي شنو كاين ولا غادي نصوت فيك؟ صوت فيا؟ اي نصوت فيك. هي جات في وقت غير مناسب. واش هو سمعتي فقوش؟ سمعت. لا تكذب عليا في المعاني. انا كاع ما كنعرفوش شنو هما المعاني. هو المعقول بالعاني. انا لو بغيت ندير شي حاجه كنديرها بالصح ماشي بالعاني. معلوم على ملي كتشدي القفيفه وكنقعد عقدي فيها القنعين بعض وكنتلي على خوك بالسرجم كنديرها بالعاني. انا كنتلي خويا القفه من الشرجم. وحق الله يا لاله حيانا عليك يا اللفعه حتى انت بحالك بحال الاخرين. انا لاله طامو. واش غتقولي اش بغيتي ولا الغدا؟ لاله طامو. مال الغدا باقي كاع ما كنصبر. شنو جايه كات دايره الهراج باش قلنا لها الغدا باقي ما منصوب. مزيان ايه ويشويني فيك يا بغيتي نجي نصبو ليك انا؟ يوا ماشي عندك هاتي ماشي انت اللي كتقومي بشغل الدار. زمان عليك زمان عليك انت كتطلعي وتبدلي وتزي وقيو وانا كنطلع ونزل. دابا كل واحد يقابل شغلو وبركنا ما طحنوا على هاد بغلط الطاحونه. لالا طامو واش غتمشي بحالك ولا لا؟ لا لا طامو لا واش غتمشي بحالك ولا غتمشي نوريك؟ الله الله يا سيدي غتكون كتفيق لميت مال القمر. الله طامو يا بغيتي شي شويكيك ديال الشيخه ديال الزين. الله يهديك اش بغيتي شي شيخه ثوبت انا اللي نحس براسي كنركز حتى تطلب مني الارض ان شاء الله. ايوا طلبتي غير الموجوده. اويلي طلبتي غير الموجوده. طلبتي غير الموجوده. لا 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 طامو لا. ايوا باش تمشي بحال واش بغيتيني نقعد ندير؟ ولكن الناس ما كيسلموا شي في خدمتهم بهذه السهوله. شويلي فيها خدمه اللي ما تضمن لي المعيشه ديالي. يا كل شهر كتخلصي. ايوا وهاد الخصه كاع كافياني. وباش كنتي عايشه؟ بالسرقه. رقوش سرقه ياك وانت عارفه بلي انا كنسرق وعارفه بلي اي حاجه دخلت لهاد الدار النص فيها كيمشي في السرقه. رقوش انا عارف بانك كتسرقي. انا عرفتيني بلي كنسرق ومغمض عويناتك علوا. علاش بغيت نغمض عليك عويناتي يا عويناتي؟ اوه ماي جاد انا حقاش طمع نكون لك الزوجه الرابعه في عيالاتك. اش هاد الكلام كانت كتقولي يا عويناتي؟ شوف الله يخليك زمان كنت كنسمح لك تنادي عليا بعويناتي رقوشتي الطبيبيزه. اما دابا ملي الحساب والفلوس طارون بين يديك
عرف اش كتخرج على فمك. شكون اللي قال لك الحساب والفلوس صاروا من بين يديا؟ شكون؟ اوه سوري، ملي ترجع كيف كنتي ديك الساعه قول لي عجبك. لا ما غاديش تمشي، ما غاديش تمشي وتخلينا وحدنا في معركه مع هذاك فركوز. واش بيديا ما نعمل؟ قادره تعملي العجب؟ اعداد لك حنا غادي نخلوه يسولي على لنا طامو ويطيرنا حنا، ولا حنا راه ما غاديش نسكتوا ليه. شكون نتوما؟ كل من عنده مصلحته في لالا طامو، وانت وحده منهم. واش قليل اللي خدمنا وعملنا وقاسينا مع لالا طامو؟ ماشي عادات ديال المشاريع اللي بنينا وعملنا. ايوا الجديده وبنينا. شنو هي اللي جديده وبنينا؟ هاد المشاريع اللي بيحرمكم منها فركوس. فركوس فركوس شادك فركوس عنده طريق وحده. اشنا هي؟ غير يمشي معنا في الخطه ديالنا ويكون بحال واحد منا، ولا راني غادي. ولا ما قبلش غادي نصيفطوه فين يهزلقنا شي على دارو كيف كان. وافيق من عصر كتحلم اسيدي. كنحلم؟ ها هي كتحلم اسيدي، راه كتحلم. انا كنحلم فركوس. انت كتحلم اسيدي كامل باش تقول لي هذا الكلام جاي كتقولوا لي انا. الله يهديك السي. اي هي 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 هذا الشيء ما لقيتي كيفاش دليه؟ ها؟ قاعدين تاني كتفرقوا لي في اللغه. اللي شافكم غادي يقولوا ما بقى عندكم ما يدار. ها سير شغلك سيري، ما تغوتش عليا بارك الله فيك. شنو؟ انا ما خدامش عندك. ايوا الا ديك اللي خدامه عندها انت راه عملتني مراقب عليك وعلى غيرك. هكذا؟ نعم هكذا. ايوا سيتي انا هاد الخدمه اللي بغيتي تبدا نتا كتنهي فيها وكتامر. ايه ما عندي ما ندير بها. اه شغلك هذا. ايوا عندك ما تلقى لي تعمل في مكاني. اسمع ليا بعدا انا بركوز اجا ياك سيري حجو. ياك ما بقى فيك الحال وبغيت تمشي تبعها حتى انت في حال. اش بيني وبينها؟ اش بيني وبينها سيدي حتى نربط مصيري بمصيرها؟ ايوا سبحان الله لا تكون متضامن معها. اوه وتجيك الغيره عليها. لا سيدي لا لا، كل نعجه كتعلق من كراعه. الله يبعد بلاها على بلايا. سي حجو. نعم سيدي. اش هاد قلت الدين؟ ياك قلتي لي بلي رقوش كتعجبك وكتعزها وناوي تزوج بها. منين جبتي هاد الكلام؟ قلتيها لي بلسانك. ايوا انت غير اللي سمعتيها بغيتي تصدقها صافي. تعرفني واحد الراجل كنحب الصدق وما كيعجبني خرج عن الطريق. ايوا سيدي انا راني ماشي حمق تنغص بشبابي ونتزوج بوحده بحال هذيك. اش قلتي؟ قال لك خايف على شبابه لا يضيع منه. علاه اللي تزوج بوحده بحال هذيك ما غاديش يهرم بلا وقت. ثم كل تركي حرت مع غرينو واش هي من سامي؟ احيانا عليك يا الجوكير. فركوس فركوس وليدي يا فركوس 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 وليدي يا فركوس. ها هو عاوتاني طار من بين يديا. بغيت غير نصحوا لي وجه الله. فركوس وليدي يا فركوس. على هو باقي كيتصنت لشي نصيحه الولد غير غادي وكيركن. فركوس بعد من طريقي. فركوس قلت لك بعد من طريقي. ها طبيبي زار الا قربتي مني غادي نطبص لك عينيك. هي كاع سمعتي هذاك الشيء اللي قلت لهم عليك؟ واش نشغلي انا في هذا الدار من غير تصنط على كل واحد؟ كتصنتي من ورا من ورا البيبان. ياك هذه هي المهمه باش كلفتيني نقوم. اسمعي يا رقوش. رقوش صمتي ليا نقول لك رقوش. حنا دابا ماشي في الغضب ولا ما طيارو. حتى الا قلت شي كلام في حقك اللي مقلقك راه هي المصلحه. المصلحه هي اللي دفعتني باش نتكلم معاك بهذه الطريقه. مصلحت من مصلحتي ومصلحتك ومصلحة الجماعة. شكون تاني هاد الجماعة؟ كل من عنده مصلحته في لالا طامو وانتي وحدة منهم. وتعايرني قدامهم ونزيد نعايرك إلى دعات المصلحة. واش ما فراسك شي باللي فركوس كيحاول باش يطيرنا باش يصفى ليه الجو؟ معلوم ماشي راه كيوجد زواجه مع لالا طامو. زواج؟ داك النهار سمعتها كتقول لي حتى حاجة ما هي صعيبة عليك خصك غير توافق ونجيبو العدول ونكتبو العقد. لالا طامو هي اللي راغبه في الزواج. وكاينه شي وحده اللي ما كتمنى تزوج. كاع هاد الكلام في راسك؟ كاع هاد الهضره في راسك وما بغيتي تخبرينا؟ اجي فين غادي؟ غادي نوصل هاد الخبر. لما غادي توصل الخبر؟ لدوك اللي كيهمهم هاد الخبر. رقوش يا رقوش المعمعه حمات والقلوب دعمات ولا ما كنتي قدها وقدود بحال والو تجرك الحمله تحزمي باقي ما يتنقب.
انت باقي هنا؟ ها؟ وغادي نبقى ديما هنا. ايوا والله يرضي عليك الرقوش، عيب عليك بنيتي تمشي وانت كتعرفي لا طابو باللي كتعزك ومربية عليك الكبدة، علاه نسيتي باللي ملي جيتي صغيرة هي اللي رباتك؟ ايوا قولها الفركوس السي عباس، راه يمكن ما في بالوش هاد الحقيقة. وانا شي في بالي الرقوش. ايوا الا في بالك دير بحسابها وعندك تغيب عليك. اش السي عباس؟ هانت تحت باقي ساهل في هاد الزمان. ايه ليكون بنادم باقي ساهل كاع ما تفكر بالزواج من لالا طامو. اشنو؟ وطق كيفاش بغيتي تزوج بمراه ما بقى بينها وبين القبر غير جده ورده؟ ايوا لالا طامو دفعات الحساب وحطات السوار سنين هادي وما كتعين غير وقت السفر. ولكن السي عباس هاد الزواج راه هي اللي راغبه فيه. راغبه فيه على حقاش لعبتي لها بعقلها؟ شنو؟ وقعدتي كتسمعها في الكلام الحلو. واتق الله في المراه، راه ما تصلح بك ما تصلح بها، وحتى كاع الى مهمتك هي تقى شر بناتها والحرمات العائله، هاد العائله اللي ما صرفات بك غير الخير. السي عباس هاد الحماس باش كتكلم معايا مهدي القياس. كتعرفني واحد الراجل معقول وكنحب الصدق وما كيعجبني خرج على الطريق. ولا انا خاطبتك في هذا الموضوع غير باش نبري الذمه ديالي، على حقاش الحديث الشريف كيقول من راى منكم منكرا فليغير. المنكر؟ وعلاه ماشي منكر؟ صافي صافي صافي، علاه ماشي منكر تتزوج بمراه كبر من جداك؟ لا لا طامول يكون باقي ديال الزواج اللي كنت طاروا بها القومان سنين هذه كاع ما تبقى وحدانيه قاعده حتى تجي انت. ولكن السي عباس الزواج راه قسمه ونصيب. شوف اولدي يا فركوش. نعم السي عباس. انا غادي نعمل فيك واحد الخير اللي عمرك ما تنساه لخويك عباس طول حياتك. الخير؟ اياه. وشنا هو هذا الخير؟ ابا بخي؟ غادي نجوج لوليدي فركوس احسن بنت في هذه الحومه. شنو؟ بنيه زوينه. زوينه؟ وصغيره. صغيره؟ وضريبه. بنت باقيه جديده كترتق اكسبريس. دوبل في. دوبل في. ماشي احسن لك من امراه قديمه لابسها الغمان. ولكن السي عباس انا راه من هواة الاطار. لا انت كدير. باش كل من حاجه قديمه وصدات ودخلها الغمان كتعجبني. ولكن لا ولكن لا طامورا ماشي غير قدامت. لا طامورا اصبحت قطعه من التاريخ. يا سلام يا سلام على التاريخ، شحال جميل ونظيف. يا تاريخ السي عباس، هذاك التاريخ كنت نجيب فيه 40-10 في المدرسه الابتدائيه. وليدي فركوش. نعم السي عباس. شحال كطلبوا تخوي هذا الدار؟ السي عباس ما نبيعش. القدر ديال الما اللي طلبتي طول لي يدك. راني قلت لك ما نبيعش. ما نبيعش. وليدي فركوش. سيدي عباس غادي تهز قلعك وتمشي بحالك من هاد الدار. ياه سيدي عباس، ويلا ما بغيت نهز قلعي ونمشي من هاد الدار غادي نخلي لك ضربك ونخرجك منها فز من عيني. بحال قال لي واحد الحمق بوحيا وكاع ما ديتها فيه. والحيا هو انا والحمق هو انت. هادشي اللي كتسمع السي عباس. السي عباس انا طامو خايف على ديك البركه اللي كتكرميه بها مره مره لا تزعل عليهم بليدي. الله يخليك في الكرس. نعم. الا ما تخليني واحد الدقيقه انا وهذا الراجل. اييه يا السي عباس نقول لي هذاك الشيء اللي قلتي لي. معك عماد قول لي راه كلشي سمعته في الكرس. ابو العيا والحمق. يا السي عباس يا دابا انا في نظرك مرا قديمه ولابسني الغمال وما بقى بيني وبين القبر غير شده ورده. ياك ما تفهميش كلامي بالمقلوبه. لا لا طامو بين شده والتيق كيبان العدو بالصديقه السي عباس. لا لا طامو شحال عطاو؟ شكون هما؟ غادي يدفعوك تقول فيا ما قلتي وجعلوك تشوه صورتي قدام فركوس. ها ودفعوك باش توقف ضدي. شحال عطاو؟ غلط. شحال عطاوك؟ غلط. لا لا طامو غلط. غلط الكلام اللي قلت بك حتى شي حد ما تبع لي باش نقولو. ايه يا شي كاع اللي قلتي من عندك يا من قلب قلبي. الا لا طامو اي والله يجازيك بخير. خصك تعرفي باللي محبتي فيك هي اللي جعلتني باش نعايرك. يا محبه زوينه هادي اللي ولات بالمعيار. يا بالحق ما عليكش عايروني كاع بناتي اللي من صلبي. رقوش اللي جبتها كويشه ديال اللحم ربيتها على يديا في الاخير دارت فيا. واحد كان كيبيع كرموس النصارى وبقى فيا وخدمته عندي ولا غنى مني. رجال بناتي كان والو ربنا خلقت انا درت لهم راس المال مشيت لهم بالفيلات فين يسكنوا وفي الاخير بغا يقتلوني بعد الله هيئت لهم انا فين يعيشوا. ايوا اش
كتسالوني يا سي عباس؟ اش كتسالوني دابا ملي كنطلب انا باش نعيش؟ ها بغيت نعيش حتى ناس السي عباس بغيت حقي في الحياه بالعكس وطبقت نقول لكم وبغيت توقفوا ضدي اش درت لكم؟ بالعكس انا الله طامو انا بغيتك تعيشي وتمتعي بالدنيا وبجمال الدنيا بغيتك تغادري هاد الغبينه فاش دبنتي نفسك وتطلعي على العالم بوجه جديد وجه جميل وجه اجمل من كل من هو جميل ايوا العجب هذا يوم اللي انت هكا اسيدي علاش خدام كتشوه لي صورتي قدام فركوش ومازال الا بقيتي على هاد العناد ديالك غادي نشوهك ليه ولغيرو ولكل واحد بغى يحرمني منك اش كتقول السي عباس واش مازال ما بغيتي تفهميني اش بغيتي نفهم فيك السي عباس فهميني فهميني كنحبك اويلي كنموت عليك السي عباس تق الله سنين هادي وانا كتمغرم قلبي الا لا طامو ادخل ليك ادخل ليك بالصالحين وهالنيه واه يا البنيه شوفي من حالي شوفي من حالي راني قاسيت مكفى ولا تخلي هذاك البزقول ديال فركوسي يلعب لك بعقلك الزواج راه لا خصو الرجال وها راجل ها راجل بجنبك اللي قادر يحميك ويلعب عليك ويموت عليك ويموت عليك راجل اللي ما طمع على بجمالك اللي ما طمع في مال اتلفها لا لا طامو اتلفها شفع يا رسول الله تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك ياك لاباس انا لا طامو معلوم لاباس هيا قدامك تبارك الله الصحيحه بصحه ما خسر حتى خير يا اختي اللي يقلقها شي حد ولا يقلل عليها العفه وكاين شي حد اللي يقلل عليها العفه وخويك عباس موجود خلي سرنا مكتوم على الله طامو واقدوا حوائجكم بالسر والكتمان والكتمان فضيلة مالك فضيلة مالك بنتي مالكي فضيلة مالك بنتي ياك لاباس مالك بنتي شكون اللي عمل فيك هاد الحالة شكون الله يربي الله على بنتي مالك بنتي مالك المهم الحنينة طماع المهم الطماع الطماع ويدا اللي كانت الحالة هادي طماع سكن القلوب وعمالنا البصيرة طماع تغا علينا حتى صبحنا العبيد وكاسرنا كيف بغا بنيتا فضيلة حكي لي قول لي شكون اللي عمل فيك هاد الحالة شكون ايوا واش نقول كثير الهم وزاد ثقال خرجتينا من دار انا ما خرجتكمش من دار يا فاطمه من نهار جريتي علينا من دار قلت لك فضيله انا ما خرجتكمش من دار انتي جريتي علينا من دار واش كاينه شي ام كتجري على بناتها من دار انتي جريتي على بناتك من دار وعلي يلا سامعي المهم الحنينة انا راني عاهدت نفسي ما باقي نكذب وما نحمل حد يكذب عليا
ايوا عالي وقول لي شكون ذلك هاد الحاله هادي من نهار ما انتي جريت علينا من دارك هو هو كيحرشني وخدام كيوسوس لي في عقلي وخدام كيدفعني باش نوض نوقف ضدك ونوض ندعيك وصافي مزيان تدعيني بغاني ندعيك باش نكون مسخوط لوالدين وعلاش ما تدعيوني علاش قال لك لا ماشي الحق المراه في هاد السن تزوج ولد في هاد السن وملي قلت ليه شغل هذاك هي حره دير اللي عجبها من داك النهار هو بدا ديما كيضربني وكيهين كرامتي ولي ما ملي قهرني بالضرب جيت عندك امي ملحنينه تحميني وعلى اختك كريمه ما كانتش كتزورك في هاد المده كلها هي اللي ممتعه على هذيك اللي فيها هي اللي من وضع لك دعوه في كلها كريمه كريمه يا قلت لكم راه طمعتي على النساء قلت لهم انا مستعده نتوسط لكم عند ماما باش تكتب لكل واحد فيكم دار من ديارها وخليوها عليكم في الثقه ولكن معاهم تهضرين ماشي مسخده تولي البنت كتوقف في المحاكم ضد امها من اجل اش من اجل المال ايوا هذا هو المسخ ايش الاخلاق العاليه فين بقات اخويا فركوس نعم اختي فضيله سامحني يا اخويا سامحني الا ظلمتك ولا حاربتك انا اخويا راه كنت غير مدفوعه سامحني يا اخويا سامحني اختي فضيله نعم اخويا اختي فضيله هاني يا اخويا ايوا سامحني الا قلت لك كاع هادشي راني ما تايق بك الحبيبه هي الحبيبه كاع هاد الحاله فاش انتي وراني ما تايق بك الحبيبه امي ملحنينه الى انا كذبت عليكم ايش ويلي فراشي طال شويه انا بعدا اها ايوا صافي هذا حد فين تهربي سيد الوفي هذا حد سيد الوفي يلاه واش كل غادي يفك بيني ديالي ماما 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 ما تخافيش يا بنتي خذ اخرى ماشي شغلك تحت ما عنده حق يتدخل بيني وبين مراتي وما لا هذا حتى انا راني ما الا كنت امها تا خصك تقدري حق الامومه وطرع راهي لها مستقبلها صافي ما في صافي انا راني داكت مع ماما وخطبتها وراهي مستعده تنفذ لي في الطلب ديالك وراهي اتفقت باش تكتب لك فيلا وتحسب لك وتفتح لك حساب جديد في البنك صافي وغادي تكتب لبنتها حتى هي فيلا شكون في بناتها بنتها اللي عزيزه عليها كريمه انا كنقول لك بنتها اللي عزيزه عليها وانت كتقول لي كريمه واش هذا ياه انت حالك هو حالك امك ما بغيتي تبدلي كريمه يا قلت لك اللي دار يديه في الوافي بحال اللي طمع في الشيطان يدخلوا للجنه اش هاد الحال اختي يا شفتي كيف عصاو صفطا ليا هكا مكرفصه ما كاين لا عسل لا والو اشنو كريمه هاديك غير حيلة عملنا قلنا نساوموك بها ساوموني قول لهم راه تسكت تكلمي يا كريمه قولي الحقيقه شنو كاين كريمه تا فكره باش جاي عندك فضيله بحال عصاها راجلها غربت ليه من الدار اشنو يا هادشي كله تمثيل الناس بدات كتكلم باللي بغيتي تزوجي بفركوس واتفقنا باش نطيروه من الدار ايه وين لقيت انا راحتي في وجود هاد فركوس في جنبي اشنو ضاع لكم باش ضيق عليكم الا انا عشت هاد الايامات القليله اللي بقات ليا في العمر سعيده كيف الناس ها ولا ما عنديش انا الحق نعيش كي حياتي كيف بغيت غتكرفصتوا عليا وحرمتوني في صغري وباغيين تنغصوها عليا في كبري هاد الفضيله يكون ما كانوش عندي هاد جوج فرايك اللي خلى لي با ماشي باكم واللي نميتها بجدي يكون اكيد ديال كفرات بالله قدرتوني فوق في فورميتوني في دار العزازه ماما ماما باش بخلت عليك بنتي كريمه قولي لي اشنو كان هذاك داك الراجل عندك ها يا كان غير زويزو كادور في الزناقي تيه جياب ولا شغلنا بشغالة كتيب تحت دراعو وقلم وتيكتب الحلوزة للعيالات ياك وجبتيه فرطيه عليا
وقبلته ودرنا ليه الشان والمرشان. ها دابا بلا حشمه بلا حيقه تطحنز فيا. ها يا وتي فضيله اشنو انت جبتيني اش مالك حيد عليا يديك؟ ها شنو كان هاد خيا هذا؟ ها قولي هضري. شوف سيدي نعم لالا هذا كان شفار شرفينا الشفار كان كازر وطعباد الله في الطرقان كانت خدمته هي كيقلع السناس البنات مع ناقهم. عياه جبدوني ياك كان العنوان ديالو رسمي والحبس. لا طامو تبعوني ولي الحديث باقيه ياك جبدوني دابا تشوفوا. يا قول يا الاخ حتى انت عض في البزيزيله. اسمع فركوش اسمع فركوش من الاجمل من الاجمل احسن من الاحسن ومن الافضل ومن الافضل تبعنا في معنا الا بغينا نربح تبعنا في الخطه اللي عاملينها بغينا نربح نربح سوالو انون ياك حل العيون ما غادي ندير غير داكشي اللي لقيت فيه راحتي وسمعتو اطردقو باك ما كتسالوني شحال داكشي اللي بغيت هو اللي غادي ندير سمعتو يلا صافي فطينه اش بغيتي تقولي وهادي هي المفاهمه ماما كاينه الماء كما تنتفاهم معاكم وانتما قاعدين كتفرضوا عليا رايكم صافي يلا طردقوا باخ والو النانيه تحل العيون. اشنو كاينه كريمه قالت لك من فركوس تخلقوا ما غادي تفرط فيه ولا تنطبق السماء الارض وما قدرتوش تقنعيها باش تخلى عليه اللي قدر يقنع عزيز أرضات لوالدين. فركوس راني خاطبته باش يعمل بالري ديالنا. يعمل بالري ديالنا؟ إلا بغى يكون بخير. وماما أش غادي نعملوا معاها؟ حتى فضحتينا معاها، عاد كتقولي وماما أش غادي نعملوا معاها؟ وشنو؟ بغيتيها تبقى ساكتة حتى تدير بالدخيلة أنت وراجليك؟ ماشي وقيت الكلام هذا. ماشي وقيت الكلام. يا الله نمشيو نتفاوضوا معاها. وانت فركوس من الاحسن ومن الاجمل ومن الافضل تبعنا فرينا الا بغيتي تربح. من الاحسن من الافضل تبعنا فرينا الا بغيتي تربح فضل ربح وربح. بالمعقولة فركوس بغيتي تبع ريهم؟ إوا أش دار لك أسي عباس؟ تبع الري ديالي إلا بغيتي ما يخصك حتى خير. حتى أنت بغيتي نتبع الري ديالك أسي عباس؟ إيه بعد من طريق لالا طامو عطيها باتساع. أشنو؟ تعاون معايا بعد أنا اللي مزلوط بحالي بحالك. ها وراني نتهلا فيك. أما هذوك مالي المال واخا وعدوك راه ما يفوا بوعدهم. أسي عباس واشنو هو المطلوب مني باش نتعاون معاه؟ تعاون معايا حتى نتزوج بها. بمن بغيتي تتزوج؟ بلالا طامو الحبيبه. ولا سي عباس انت كتحبها؟ شكون هي اللي كنحب؟ لالا طامو الحبيبه. وعلى لالا طامو بعدا باقي فيها شي ما يتحب؟ ودابا بحال قلتي بغيتي تتزوج بها. بغيت نتزوج بها على فلوسها اللي تحت راسها. فلوسها؟ وعلى شكون لكم كتحاولوا تقربوا منها؟ ياك غير من اجل فلوسها. ولكن سي عباس راك شويف مع راسك راه ديتي وجبتي في الزمان هي راه صغيره عليك. انا يا الحماق الا بغيت نتزوج قادر نجيبها بنت 17 عام وبالباكالوريا ديالها. بالباكالوريا هي بالباكالوريا اي ونقدر نقلب على وحده اللي توكلني وتكسيني. انت سعفاش الله يشحن فيك جد كامل هذا التهكم هو اجل هنا في الكاس زيد لهنا شوف تبع الري ديالي الا بغيتي ما يخصك حتى خير. تا انت بغيتي نتبع الري هاني تنقول لك اما هادوك مالي المال راه واخا وعدوك ما يوفوا بوعدهم. يا عباس ها والكيتماني والكيتماني العجب كلشي غوالي طمعينيه ما باقي تيهمد الناس غير الفلوس. ياكو كان ما يظنوا فيا باللي حتى انا ما تبعات لالا طامو غير من اجل فلوسها. لا لا محال محال يظنوا فيا هذا الظن. انا ما كنعرف كلاوي لا بغيت شي حاجه كنمشي ليها قول. انت هنا
يا استاذ فركوس. اياه استاذ كاع بقى وحده. الحمد لله اللي لقيتك وحدك باش نتفاهموا على راحتنا. اياه الله يسمعنا خير. عرفتيني انا ما كان بغي لك غير الخير. الله يجازيك بخير انت سيدي حجوب. اسمع لي يا. نعم يا استاذ فركوس. اياه استاذ فركوس وحل عقلك مزيان. ها هو سيدي محلول. شتو هذيك هذوك الفاكتورات اللي بين يديك؟ فاكتورات دير عليهم عين ميكا. شنو انا ندير على الفاكتورات عين ميكا؟ اي عين ميكا. الا بغيتيني نوريك كيفاش تصاب حتى انت مع الله طاموبيل بالفاكتورات والضويويرات بلا ما يبان عليك والو. انا نتصرف مع الله طامو بالفاكتورات والضويويرات. ماشي انت الاول ولا الاخر اللي غادي تصرف بالفاكتورات والضويويرات بحجو سيدي حتى انت بغيتي نتبع الريد ديالي. الا بغيتي ما يخصك حتى خير. سيدي حجوب الريد ديالك. هاي 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 اللي سميتو فركوس يتكلم الماما. هكا وهك هك اللي سميتو فركوس يتكلم الماما. هاي هاي واحد داوي فيها هادي. هاي هاي الفاكتورات فركوس ويرات. فركوس والكيتماني. والكيتماني ايها انا. اوه اللي سميتو فركوس يتكلم الماما واللي فركوس يتكلم الماما. شنو المعمول؟ شنو المعمول؟ والو باقي مشبكه بالفكره ديالها. وشنو المعمول دابا؟ قولوا لي شنو المعمول. المعمول هو النود نقوموا عليها الدعوه ونحجروا عليها. ولا هي حمقى حتى تحجروا عليها. الا ما حمقى نحمقوها. كيفاش نحمقوها؟ نحمقوها الا بغيتو نوصلوا للهدف ديالنا. الهدف ديالنا معلوم الهدف ديالنا. ولا انتم ما بغيتو تاكلوها غير وحدكم ولا ما قلتي هيبه بنيتي؟ والله مع الجماعه. والله مع الجماعه. واش دار لك السي حجوب؟ ايوا انا الا سحبتوني من الاحسن نكونوا مجموعين باش تكون عندنا الاغلبيه. اش قلتو؟ نفسر الفكره ديالي ولا نمشي فحالي؟ تكلم القوش قولي فاش فكرتي. دابا الحماق كيخصو الطبيب. اييه والطبيب كيخصو السبيطار. ايوا والسبيطار كيخصو الفرمليات. والفرمليات كيخصهم الدواء. معلوم معلوم الدواء. اش ظهر لكم الا اختصرنا من هادشي كله وحمقناه غير في دارها؟ دارا انا حاب لا طامو حد ما باقي عارف اش مري يتبع. واش ري هذاك ولا هذيك ولا ذاك الاخر؟ انا حاب لا طامو حد حرت ما باقي عارف اش مري يتبع. ما تبعش طريقهم. طريقهم راه ما غتجيبك غير الهويه. تبع الطريق اللي فيه الخير. وفين هو هذا الري اللي فيه الخير؟ طريقي انا ما باقي عارف لا طامو اش مري يتبع. واش ري هذاك ولا ري هذاك ولا ري هذيك ولا ري هذاك ولا ري هذيك ولا ري هذاك ولا ري هذاك ولا ري هذاك. زلمة زايدة يفادى لهنينا عنده صبر. صبر يا مسكين كالعادة وعديلي يا أبو صبر. زلمة زايدة يفادى لهنينا عنده صبر. صبر يا مسكين صبر يا مسكين. ما بين اثنين يا شفاق نادي البحرين. يا ركوها ما بين اثنين يا شفاق نادي البحرين. هذا يشرق بيك سارة وهذا يغرق بيك يمين. هذا يشرق بيك سارة وهذا يغرق بيك يمين. هذا حالك يا انسان ديما حامل حمد غير. خالك كاتم الاحزان وتقول لبنادم بخير. هذا حالك يا انسان ديما حامل حمد غير. هذا حالك يا إنسان ديما حامل حمل الغير.
خالك كاتم الحزان وتقول لبنادم بخير. هذا حالك يا انسان ديما حامل حمل الغير.